برنامج صفحات سودانية يمثل الصفحة الأولى في الكتاب اليومي الذي تقدمه قناة سودانية 24 لمشاهديها الكرام. البرنامج من أوائل البرامج التي بدأت على قناة سودانية، برنامج يومي على مدى ساعة ونصف من الزمان يعنى بتتبع حركة المجتمع مدا وجزرة. وحينما نقول مدا فإننا نعني بها إشراقات المجتمع، إنجازات المجتمع، أفراح المجتمع، ونعني بالجزر كذلك الظواهر والمشكلات والموضوعات المختلفة التي تطرأ على المجتمع وتحتاج ما بين الحين والآخر إلى مناقشات لإيجاد رؤية واضحة وحلول. البرنامج في كليته يتكون من أكثر من 20 فقرة تلفزيونية تتفاوت ما بين الثابت والمتحرك. جميع الفقرات تعنى بحراك المجتمع، تعنى بالنشاط اليومي للمجتمع، تعنى بالأحداث الآنية التي تحدث، والتفاعل المباشر مع المشاهدين في فترة من فترات عبر السوشيال ميديا. كانت به ملفات، 6 ملفات على مدى الأسبوع. الملفات تعنى بالرياضة وبالشباب وبالثقافة وبالمرأة وبالطفل وبالقانون وغيرها. كان ذلك في فترات هي الآن تمضي نحو نهاياتها، نسبة إلى دخول برامج جديدة في الخارطة البرامجية. من المتوقع أنه يحدث تغيير وإحلال إبدال في فقرات وشكل ومعالجة البرامج، بحيث أنه يكون برنامج أكثر التصاقاً بإيقاع الصباح وحركة الحياة في الشارع السوداني وما يعتبر حياة الناس اليومية من معايش ومن أنشطة ومن ملتقيات ومن أماكن، ونقلها إلى المشاهد الكريم. هي المادة من المشاهد وإلى المشاهد، أكثر سيكون أكثر خدمية وسيكون بشكل مختلف، نثق في ذلك ونثق في الكادر العامل من منتج ومن معدين للفريق. تشرفت بأني عملت منتجا للبرنامج منذ شهر مايو 2017 وحتى بدايات العام الحالي 2018. عملت خلالها مع عدد من الشباب والشابات المعدين، وقد أبرزوا قدرات كبيرة وتفاني كبير، وقدموا فقرات أعتقد أنها متميزة في حلقات كانت رائعة جدا. حاولنا أن نصنع مادة تلفزيونية مغايرة، نجحنا أحيانا وأحيانا لم نكن دون المستوى، ولكن في النهاية يبقى لنا أجر الاجتهاد وأجر النجاح إن أصبنا. نأمل أن تتواصل العلاقة ما بين المشاهدين وبين برنامج صباحات اليومي، والعلاقة يمكن ظاهرة لنا بشكل واضح من خلال التفاعل اللي بنشوفه اليومي. نحن يمكن بشكل يومي بنطرح هاشتاج أو استبيان أو تفاعل عبر تويتر أو فيسبوك أو غيره، وبنشوف متابعة الناس وملاحظاتهم ومشاركاتهم. هي مشاركات مقدرة جدا ومقيمة جدا في هذا التوقيت الصباحي الباكر. نرجو للبرنامج التوفيق والازدهار أكثر، ونشكر السادة المشاهدين على متابعتهم، ونعدهم دائما بأن نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله.